نذهب الآن إلى جانب آخر من صفقة القرن وصفقة انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان، حيث فوائد اقتصادية سريعة جناها باريس سان جيرمان من خلال إعلان التعاقد مع نيمار تمثلت في ارتفاع القيمة السوقية لنادي العاصمة الفرنسية وتضاعف مبيعات قمصان الفريق مرات عدة، فضلا عن زيادة المداخيل العامة. هذه المعطيات تعزز من تطلعات النادي في جني إيرادات أكبر على المدى البعيد. الصفقة التاريخية من خلال تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار قادما من برشلونة تحمل في طياتها أهدافا رياضية وأخرى اقتصادية ربما تكون أكثر أهمية، ليتخطى مداها حدود المستطيل الأخضر مقتحما عالم المال والأعمال. سلة من الفوائد الاقتصادية السريعة جناها النادي الباريسي لدى إعلانه الخبر السار لجمهوره العريض. أولى ثمار التعاقد مع النجم البرازيلي على الجانب الاقتصادي تشير إلى ارتفاع القيمة السوقية لنادي العاصمة الفرنسية بمقدار نصف مليار يورو، فقيمة بطل فرنسا في 6 مناسبات قفزت من حوالي مليار يورو إلى مليار ونصف. الصفقة البارزة كان لها أيضا نتائج مباشرة على الجانب التسويقي في اقتصاد النادي الباريسي، مبيعات قمصان الفريق في متاجر النادي ارتفعت بمقدار 4 أضعاف، وذلك بعد تهافت المشجعين لاقتناء قميص النجم البرازيلي لحظة الإعلان عن الصفقة. أنا محظوظ لأن نيمار وقع لسان جيرمان، بينما أنا هنا في باريس لقضاء الإجازة، أتمنى له الأفضل. أنا هنا للحصول على قميص نيمار، إنه قادم ونحن سعداء للغاية، كلنا نعرف قدرات نيمار وأنا فخور جدا بقدومه. أريد قميص نيمار وأتمنى الحصول على توقيعه، حافز كبير قدومه إلينا، فهو اسم كبير في عالم الكرة، سيساعدنا على المنافسة أوروبيا في العامين المقبلين، إلى جانب كافاني سيكون قادرا على القيام بالكثير، سنكون من الآن فصاعدا أحد الأندية الكبرى. البشائر الاقتصادية والإقبال الكبير على منتجات النادي قد تعزز من مساعي باريس سان جيرمان في مفاوضاته مع نايكي للحصول على مبلغ يفوق بكثير ما يحصل عليه حاليا من شركة التجهيزات الرياضية والمقدر ب 24 مليون يورو في الموسم الواحد. ثمار التعاقد مع ابن 25 تتمثل كذلك في ارتفاع المداخيل العامة بمقدار 50% في مؤشر جديد يعزز التوقعات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي من وراء صفقة القرن. وفي مقابلة حصرية مع قناة بين سبورتس أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان خطة النادي في صفقة شراء نيمار هي مضاعفة إيرادات النادي، كما أنها صفقة كروية كون نيمار أفضل لاعب في العالم حسب رأيه. عندنا خطة تجارية وتسويقية عند شراء نيمار بمضاعفة الإيرادات للنادي. الآن أيضا أضيف لك أخي محمد، خلال ساعتين في الإي كوميرس اللي عن طريق المتجر الإلكتروني تم بيع أكثر من 500,000 يورو خلال ساعتين، وهذه لم تحدث في أي نادي بالعالم. أعتقد هذا دليل بإذن الله والله الحمد أن نحن ماضين على الطريق السليم، وأتمنى إن شاء الله التوفيق من رب العالمين أولا وأخيرا بأن نحقق الأهداف. أيضا ليس أنها صفقة تكلم عليها تجارية فقط، ولكن أيضا صفقة كروية في الملعب. بالنسبة لي الأمانة نيمار أفضل لاعب بالعالم. صفقة القرن اسم لم يأتي من فراغ كابتن محمد حمادة، قيمة كروية كبيرة ثابتة للنجم نيمار لا يختلف عليها اثنان، وكذلك القيمة السوقية والتجارية والاقتصادية بالنسبة لهذا النجم البرازيلي، في أهداف كذلك اقتصادية إلى الأهداف تنضاف إلى الأهداف الكروية للنادي الباريسي. والتوضيح هنا من الرئيس ناصر الخليفة الذي تحدث عن أنه كل شيء يبدو مدروسا من جانب إدارة النادي الباريسي، لأنه في تساؤلات كبيرة بعد دفع مبلغ 222 مليون يورو ستضاف إليه ربما قيمة عقد اللاعب أجر السنوي مقدم العقد، إضافة إلى الضرائب، وأنت تعلم جيدا مدى حجم الضرائب هناك في فرنسا، والإدارة الفرنسية يعني صارمة جدا في التعامل على المستوى على هذا المستوى. في اعتقادك هل أنه صفقة نيمار ستعوض سريعا يعني المال الذي تدفق لجلب نيمار، هل سيعود سريعا إلى خزائن باريس سان جيرمان، خاصة أنه التطمينات واضحة من جانب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي؟ بكل تأكيد قانون الشفافية المالية الفير بلاي فينانسيي أقرب إلى سيف مسلط على أعناق كل الأندية الأوروبية.
من خلال الحديث الذي أدلى به السيد ناصر الخليفي واضح جدا، لولا ثقته وثقة النادي ككل وإدارة النادي على القدرة على جلب إيرادات توازي النفقات، أتصور أنا لما تجرأ النادي على القدوم على هذه الخطوة الواسعة والواسعة جدا. هذا أمر واضح وواضح جدا على أنه لا يمكن القفز نحو المجهول، يجب أن تكون الإيرادات واضحة جدا. أيضا أتوجه إلى القياس والتشبيه، وقيس بالفعل نيمار عبارة، سبق أن شبهت بطائرة البوش سيارة التاكسي، عبارة عن طائرة إيربوس أو بوينغ، ولكن مقاعد كثيرة وكثيرة جدا. يمكن أن تكون الإيرادات مع نهاية كل رحلة إيرادات كثيرة، ولكن على إدارة باريس سان جيرمان أن تملأ المقاعد، صح. وعلى ألا تكون المقاعد شاغرة في هذه الطائرة الضخمة، هنا البراعة. وبالتالي أقول مرة جديدة أنه لولا إدارة باريس سان جيرمان وضعت الأرقام وقالت أنه 1+1 بالفعل يساوي 2 ما بيساوي 0 لما أقدمت على هذه الخطوة، ما عندنا أي تفاصيل كيف سيعمل باريس سان جيرمان، ولكن أقول أنه لكن في بعض التخمينات. الكل يعلم أنه نيمار يعني في السوق هو كاسم يعني مهم جدا، يعني حتى يتعامل مع شركات كبرى، هو راعي لأكثر من شركة، حتى برشلونة في السابق تم تغيير العقد حتى يتم اقتسام الإيرادات على مستوى صورة النجم البرازيلي نيمار. بإمكان باريس سان جيرمان يغزو أسواق جديدة، ربما أن يذهب إلى شرق آسيا إلى الصين، أن يغير ربما حتى توقيت مبارياته في الدوري الفرنسي، أن تصبح في الظهيرة، وهذا ما راج ربما في الساعات الأخيرة الماضية، يعني يتم تغيير بعض المباريات حتى تتناسب مع التوقيت هناك في الصين. الولايات المتحدة هو لاعب مهم، شارك في عمل سينمائي منذ سنة في الولايات المتحدة، يحضر باستمرار في مباريات الـNBA، إذن هو معروف لدى الجمهور الأمريكي، إضافة إلى أمريكا الجنوبية التي تعتبر سوق مهم، وأن يتقاسم ربما هذه السوق مع أندية مثل الريال، مثل برشلونة، مثل مانشستر يونايتد وغيرها من الأندية. بكل تأكيد يعني تفضلت بالقول أنه تطرقت إلى أكثر من عنصر يمكن أن يضاعف من إيرادات باريس سان جيرمان. بكل تأكيد كسب أسواقا جديدة، وجديدة بكل معنى الكلمة. أقول أنه إذا ما كان هناك 220 مليون برازيلي كانوا يتابعون ما الذي يفعله نيمار تحديدا في برشلونة، أتصور حتى لو لم يكن هناك جمهور كبير لباريس سان جيرمان في البرازيل، أتصور البرازيليون سيتابعون ما الذي سيفعله نيمار والبطانة وال يعني ثلث المنتخب البرازيلي واكثر يلعب كاساسي في باريس سان جيرمان. وبالتالي على مستوى الشعبيه كابتن محمد، وعذرا عن المقاطعه، مثل ما قدم ميسي ربما عدد كبير من الجماهير التي اصبحت شغوفه ببرشلونه، نيمار بامكانه ان يقوم بنفس الشيء الان مع الاجيال الصاعده التي قد تتربى على عشق هذا النجم بقميص باريس، وقد يصبح باريس سان جيرمان منافس على مستوى الشعبيه العالميه لانديه اخرى كبيره. بكل تاكيد عامل السن مؤثر جدا، ميسي رونالدو لا شك على أنه مع مرور الوقت، وهذا من ضمن الأشياء التي يعني بالنسبة إلى إدارة برشلونة وجهت إليها الانتقادات، يوما ما بفعل عامل السن سيرحل ميسي، الأيقونة الجديدة لن تكون تتمثل إلى بلاعب واحد اسمه نيمار، وحتى مع رحيل كريستيانو رونالدو في العالم ككل أتصور أيقونة الأولى ستكون نيمار. هذه من ضمن الأشياء التي وجهت كانتقادات لإدارة برشلونة، فضلا عن انتقادات تخليه عن داني ألفيش وعدم وجود خطة متكاملة لتدعيم الصفوف البرشلونية الثلاثة وليس فقط في خط الهجوم. هناك من يقول على أنه كوتينيو بالفعل سيصبح من نصيب برشلونة، ولكن هذا الأمر ليس كافيا لكي يكون برشلونة في المستوى الذي كان عليه مع بيب غوارديولا. وأنت ذكرت لاعب برازيلي آخر، الآن سنصل إلى نقطة البرازيل والباريس سان جيرمان وتاريخ طويل بين هذا الثنائي بانضمام البرازيلي نيمار. سيكون باريس سان جيرمان قد استعان ب 31 لاعبا برازيليا منذ العام 1971 و900 ألف. هذه الصفقة أحدثت رد فعل كبير بين نجوم الكرة البرازيلية السابقين، والتي نرصد بعضها في سياق التقرير التالي. لعب نيمار لمدة 4 سنوات في صفوف برشلونة، سجل 105 أهداف في 186 مباراة رسمية،
وبعدما ساهم في تتويجه بلقب دور أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية ولقبين للدوري الإسباني خلال 4 سنوات، ترك نيمار النادي الكتالوني ليبدأ تحدياً جديداً مع نادي باريس سان جيرمان ويصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الانتقالات الكروية. ووقع نيمار على عقد مدته 5 سنوات حتى 30 من حزيران يونيو من العام 2022. نيمار سيكون في باريس سان جيرمان مع لاعبين برازيليين آخرين، وهذا الأمر جيد. أنا معجب بهذا اللاعب وأتمنى له كل التوفيق. يعتقد إيفاريستو دي ماتشادو المدرب السابق لمنتخب قطر ولاعب برشلونة السابق أن نيمار يسير على الدرب لكي يكون اللاعب الأفضل في العالم. إنه لن يترك فرصة كهذه. بالطبع اللاعب لبرشلونة أمر جيد جدا، ولكن نيمار سيلعب في نادي كبير أيضا. هو لا يترك برشلونة من أجل نادي صغير، هو سيلعب في نادي كبير لديه استثمارات مع دعم دولة مثل قطر، وسيساهم في الترويج لكأس العالم عام 2022. لقد اتخذ خطوة جيدة ودقيقة. في برشلونة كان يشارك مع ميسي ولاعبين آخرين في شد الانتباه، والآن سوف يسطع بشكل أكبر.